عشان نيجي نأسس صح لازم نبدأ من تحت. انا اللي عجبني طبعا يا سيف في المبادره اللي انا شفتها مع طبعا هيثم عبد العظيم، كانت بدات معاه وبعد كده رحت بصيت على النادي اتكلمنا مع بعض. لما شفت النادي زد اف سي انا طبعا يعني انبهرت بجد، انبهرت جدا باللي شفته هناك. وانت كنت معايا تقريبا اول يوم رحت هناك، كانت البطوله بتاعت نادي الصيد، رحنا شفنا الولاد، اتفرجنا على مواهب كويسه جدا. عجبني الروح بتاعه الناس اللي شغاله، الانفايرمنت بتاعه الكوره، فعلا حسيت ان انا في مكان ما كنتش متخيل ان انا في مصر. وكل ده كان هيثم يقول لي اتعمل في شهرين. فالميزه في الحاجات دي ان دي ناس بتشتغل عشان عايزه تعمل، عشان تشتغل صح، وعشان عايزه تبني صح من تحت. لان احنا لو جينا قلنا النهارده اي رجل اعمال كبير يقدر يروح النهارده يشتري نادي. الانديه النهارده شفنا تقريبا من سنتين لما حصل نادي الاسيوطي واشتراه رجل الاعمال وقام سماه بيراميدز وقام عامل نادي واشترى لعيبه وصرف وعمل. فالنهارده اي حد تجربه رائعه برضو. تجربه كانت رائعه جميله، بس برضو الفكره طبعا هي طبعا تجربه رائعه جدا، بس اللي انا قصدي اقوله ان اي رجل اعمال كبير قادر ان هو يعمل يعني يعمل الاكشن بتاع ان هو في فريق يشتريه ويصرف عليه ويجيب لعيبه ويبدا. اللي عاجبني طبعا في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفكر اللي احنا شغالين بيه في المنظومه دي، او طبعا من انسي والمهندس نجيب وهيثم عبد العظيم، ان احنا بنبني صح من تحت. مش الهدف ان احنا يبقى عندنا فريق اول دلوقتي حالا ونشتري لعيبه ونجيب اللعيبه ونديلهم بال40 وبال20 وبال30 مليون. لا، احنا بنبني قاعده من تحت ونجيب اللعيبه اللي عندهم مواهب صح ونشتغل عليهم صح، وازاي نيديكيتزم ان احنا ازاي نخليهم مثقفين وعندهم فكر وعندهم يعني انتماء للفلانة اللي لابسنا، وفي نفس الوقت ازاي احنا ناخدهم نسفرهم معسكرات نعمل لهم معايشات. لما اتكلمت مع هيثم واقترحنا الفكره بتاعت ان احنا ليه ما نفكرش ان احنا نجيب نادي كبير من اوروبا، هم كان عندهم تواصل مع انديه، قدرت ان انا اعمل تواصل بين نادي بروسيا دورتموند، رحنا عملنا لهم في ألمانيا برزنتيشن وقعدنا معاهم وقابلناهم وهيثم جه معايا، وبعد كده جينا مصر واستضفناهم في مصر 3-4 مرات. نادي بروسيا دورتموند نادي كبير جدا وعندهم نشاطات كبيرة جدا في حول العالم في آسيا بالتحديد. لما جم مصر هم نفسهم يعني انبسطوا جدا وانبهروا جدا من الشغل يعني اللي احنا عندنا مواهب في القطاع جدا. انا بقول لك هم لما جم